التغيير الديموغرافي الجريمة الكبرى التي شردت مئات آلاف العائلات وأبعدتهم عن مناطقهم في أكبر عملية تهجير جماعي شهدها العراق في عصره الحديث. مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام عقد محاضرة حول هذه القضية بعنوان التغيير الديموغرافي في العراق عائلات نازحة وميليشيات مسيطرة. والتغيير الديموغرافي لم يبدأ بمرحلة واحدة فقط ولا بأسلوب واحد، بل بدأ منذ 2003 وهو مستمر لحد الآن، واستخدم فيه عدة أساليب ونفذته عدة جهات كلها تنتمي لجهة واحدة والهدف منه واحد معلوم. وتناولت المحاضرة أشكال التغيير الديموغرافي وطرقه والمناطق التي شملها. أول مدينة بدأ فيها التغيير الديموغرافي بعد مركز بغداد هي مدينة البصرة، ومدينة البصرة لا يوجد فيها أي صراع لا طائفي ولا عرقي ولا مذهبي، وعندما حدث التغيير الديموغرافي من خلال التهجير القسري لمكون العرب السنة في البصرة لم يكن أي صراع بينهم. حدث في 2004 بدأت العمليات التهجير القسري من خلال الاعتقالات، التهم الكيدية، المضايقة على الناس، كثرة المداهمات على مناطقهم اللي يعيشون فيها. التحريض الحكومي ضد السكان كان يشحن الميليشيات طائفيا لتقوم بعملية التغيير الديموغرافي. بدأ التغيير الديموغرافي في منطقة شمال بغداد، وبدأت حملة سيطرة هذه المناطق، وكان على رأس هذه السيطرة من تولى الحكومة المركزية، يعني رئيس الوزراء يتكلم عن هذه المناطق بأن هذه المناطق هي مناطق متطرفة وكانت حاضنة للنظام السابق وهم بعثيين ومتشددين، فهذه التهم من أعلى سلطة في الدولة هذه تعطي مبرر وتشجع الميليشيات الموجودة في تلك المنطقة لتهجير السكان. التغيير الديموغرافي يهدف إلى تنفيذ أجندات المشروع الإيراني بالدرجة الأولى. أعتقد الهدف من هذا التغيير الديموغرافي هو لتشكيل محافظة جديدة لمدينة صلاح الدين، مركزها سامراء وتمتد شمالا وجنوبا، جنوبا باتجاه منطقة الكاظمية أو التاجي، وشمالا إلى أطراف مدينة صلاح الدين. وهذه المدينة أيضا سوف يكون لها أهداف، هي تخدم أيضا الهدف الإيراني عندما تسيطر على مدينة ديالى ويأتي الطريق ما يسمى بطريق الحرير أو غيره، تكون الطريق سهل لأن تدعم حلفائها إلى لبنان ووصولها إلى البحر. تواطؤ دولي ومباركة لهذه الجريمة التي تهدد مستقبل العراق وحاضره، فضلا عن إساءتها لتاريخ التعايش السلمي بين أبنائه.